كما قلت في بداية النشرة، معي داخل الاستوديو السيدة خديجة محمد حسين، المنسقة النائبة للمنسقية الوطنية للتحول الرقمي. السيدة خديجة، مساء الخير للمرة الثانية. مساء النور السيد عبد الرسول. بالأمس طبعا الوزارة وقعت اتفاقية مع مجموعة شركات ستارتايم الصينية، فأولا دور تحدثينا عن إنشاء المنسقية الوطنية للتحول الرقمي. أسست المنسقية العامة للانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي عام 2014 بمرسوم رئاسي رقم 1070 من أجل مساعدة اللجنة الوطنية للانتقال إلى البث الرقمي. اللجنة الوطنية تحت إشراف الوزير الأول رئيس الوزراء، ويرعسها الوزير المكلف بالإعلام، وأيضا تتعلف بعدة وزراء ومدراء عام مؤسسات معنية بالمشروع، وأيضا بعض من ممثلي المجتمع المدني. تحدثت عن المشروع، ما أهمية هذا المشروع؟ الهدف الأساسي من الانتقال إلى البث الرقمي هو تطوير المجال الإعلام، وخاصة تسهيل وتسهيل البث بصفة عامة، وأيضا سيحسن الصوت والصورة في البث التلفزيوني، وسيخفض من تسعيرة وتكاليف البث الرقمي. وزيادة عن ذلك، الانتقال سيحرر حصة رقمية تفيد البلاد من الجانب الاقتصادي، وسيطور جدا مجال الإعلام ومجال أيضا الاتصالات إن شاء الله. جميلة سيدة خديجة، هل أنتم مثلا مستعدون في تنفيذ هذه البرامج أنت ذكرتها، مثلا تخفيض التكاليف، أيضا تسهيل عملية الحصول على مثلا صوت وصورة بشكل سهل؟ والله المنسقية أسست أصلا من أجل التوجيه المشروع عمليا بتوجيهات اللجنة الوطنية، ووضع خطة وطنية للانتقال. أيضا ستضع استراتيجية وطنية لاستخدام الحصة الرقمية ولتطوير البرامج التلفزيونية والإعلام حول المشروع. هذه مهام المنسقية. بخصوص إنجازات المنسقية، هل مثلا المنسقية دي أنت قلت أنشأوها في عام 2014، الآن عمرها 3 سنوات، يعني قاعدين في 2017، ما هي إنجازات هذه المنسقية؟ المنسقية طبعا أين الفريق الإداري في شهر أكتوبر 2014، بعدها جلسنا على طول في وضع الخريطة الوطنية للانتقال. بعد ذلك اجتمع مختصين في مجال الإعلام والاتصال، وأيضا بعض من ممثلي المجتمع المدني في نوفمبر 2015 لتصحيح المشروع وإقراره، وتم إقراره أخيرا في شهر 7 الفات، يوليو الفات، من اللجنة الوطنية المكلفة بالانتقال. بعدها على طول جلسنا أيضا للمناقشات حول الاتفاق التجاري مع الشريك الصيني. وبعد عدة مناقشات ومشاورات وصلنا إلى مشروع اتفاق تجاري. من أهم بنود المشروع هو طبعا مدة تطبيق المشروع 18 شهر، والشبكة إن شاء الله سيبنوها على السيستم ولا البرنامج، لا 24 استاسيون إقليمية. أوكي. 24 محطة إقليمية، المحطات الإقليمية الموجودة في البلاد حاليا. وإن شاء الله سيصل البث إلى أكثر من 80% من الأراضي الوطنية إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أنتم طبعا كمنسقية وطنية للتحول الرقمي،
لماذا اخترتم الشريك الصيني؟ يعني طبعا في شركاء كثيرين في الجانب ده، ليه أنتم اخترتم الشريك الصيني؟ أكيد مجموعة شركات ستارتايم هي شركة صينية معروفة. نعم عالميا. عالميا، وأنجزت مشروع الانتقال إلى البث الرقمي. نعم. في عدة دول إفريقية وخارج إفريقية. نعم. وأيضا يشاد إليها بأنها سريعة في تنفيذ المشروع. نعم. وأيضا تستعمل تقنية آلية حديثة. نعم. حديثة، وحتى التكلفة. أيوة التكلفة مناسب جدا. نعم. والعلاقة بين الشركة ودولة تشاد اتبنت في فترة طويلة. نعم. بعد تشاورات طويلة وطيبة. نعم. لذلك اختير الشركة الصينية. الشركة الصينية. جميلة سيدة خديجة، هل لديك كلمة أخيرة تقدمها للسادة المشاهدين؟ والله المشروع مشروع يقص كل التشاديين. نعم. وللأسف الشعب التشادي ما عنده معلومات كثيرة عن المشروع. نعم. فمن هنا أدعو كل وسائل الإعلام خاصة. نعم. وكل المؤسسات المعنية بالمشروع. نعم. بنشر المشروع. نعم. وأيضا بنشر أهمية المشروع. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا هو. إذن شكرا سيدة خديجة محمد حسين. شكرا سيدة الرسول. السيدات والسادة، إذن نختم.